أسعد الله أوقاتكم بكل خير. أمطار الخير والبركة عمت على المنطقة بالإمارات وسلطنة عمان والمملكة العربية السعودية وقطر والبحرين والكويت، ولله الحمد مناطق كثيرة في الإمارات كان لها النصيب الطيب من الأمطار، وأنا متواجد في مدينة حتى اللي كان فيها احتفالية اليوبيل الذهبي لدولة الإمارات، فيها استقطاب سياحي مميز، واللي يميزه الوديان الجميلة والشلالات الطبيعية والبيئة الرائعة للسياحة مع الأسرة في هذا المكان. هذه المواقع تميزت بتوفر جميع وسائل الترفيه للصغار والكبار، ومنها المطاعم المميزة التراثية والعالمية، ومنها الاستراحات الطبيعية في المزارع والفنادق والأماكن الترفيهية مثل وادي حتى هب. هذه الشلالات اللي تشوفونها شلالات طبيعية رائعة من بعد الأمطار، وبعضها يبقى لفترة طويلة وبعضها لفترة قصيرة، فالليلة فرصة أن يأخذ عياله في جولة في ربوع مدينة حتى بجمال الطبيعة، لا يفوت هذه الأيام الرائعة الجميلة. أمطار الخير والبركة عمت وتعم معاها السعادة والفرحة. شوفوا هذه الطبيعة الرائعة. كثير من الناس يشوفون جمال الطبيعة في مدينة حتى، متى تزين؟ تزين يوم في مصورين يتواجدون ويصورون وهم من هالدار ومن هالمدينة حتى. شو الكاميرا اللي عندك بحميد؟ بعادي والله. والله الشباب أكثر يصور. إزاهم الله خير. هم أكثر شيء يصوروا وكذا مجتهدين إزاهم الله خير. كله يعني أي وقت أنا ما عندي فاضي فضاوتي كلها في الوديان وتصوير الوديان والطيور. إذا ما شيء أمطار في طيور. ما شيء طيور في أشياء وايد. يعني الطبيعة. بأنواعها. نعم. بشلالاتها بطيورها بكل بكل شيء. كل شيء نعم. ما شاء الله تبارك الرحمن يا أبو حميد. هذا أحد الشلالات اللي موجود من بعد السد اللي في هذا الموقع. مدينة حتى فيها العديد من السدود للاحتفاظ بمياه الأمطار. هذه السدود تساعد على مخزون المياه الجوفية وتدعم كذلك المزارع في مدينة حتى وما حواليها. شوف الطبيعة ما أجملها. مدينة حتى لو توقف عند شلالاتها في جميع الزوايا بتصورها وبتتمتع لدرجة تفوق الخيال. هذا المشهد اللي ورايه وقفت عنده يمكن أكثر من 30 دقيقة أبغي أصوره من جميع الزوايا، بالذات وجود القصف الأخضر حولها. دعوة لمحبين الطبيعة والتصوير، فرصة ذهبية للأربع أو خمس أيام القادمة لتصوير هالشلالات. خلونا نشوف فنكم وإبداعكم. حياكم الله في مدينة حتى.